أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الترديد خلف الإمام إذا قال الإمام الله أكبر يقول الله أكبر بصوت واضح مرتفع؟ لا مرتفع لا، لكن بصوت يسمع نفسه فقط. نعم، لابد من التلفظ بالتكبير، لابد بقدر ما يسمع نفسه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.